على القصص التي ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا، أنبياء الله الذين هم منارات هدى لنا. قد قال الله تعالى فيهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، وهم خير من أناب إلى الله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أتناول نبيا كريما من الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم، ألا وهو نبي الله زكريا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ولقد قال الله في شأنه مع طائفة من الأنبياء عليهم السلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فزكريا عليه السلام، ويقال زكريا بالتخفيف بدون همز، من الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فمن مقاصد القصص القرآني تهدئة القلوب وطمأنة القلوب وتثبيت الفؤاد. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فنعتبر بقصصهم ونعتبر بسيارهم، وكما سلف فإن القصص القرآني يكاد أن يشكل ويمثل ثلث القرآن الكريم، فثلث للعقائد ثلث للعقائد والإيمان، ثلث للتشريعات والأحكام، ثلث للقصص والأنباء والأخبار. زكريا صلى الله عليه وسلم يقال زكريا بالتخفيف ويقال زكريا بالهمز. وفي الحديث الثابت الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا، فعلى ذلك فمهنة النجارة محمودة. ومن قبل زكريا كان نوح عليه السلام أيضا نجارا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل ابن آدم طعاما قط أفضل من أن يأكل من عمل يده. فلنحرص على هذا، نحرص على أن نكتسب من الحلال الطيب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يأتي الناس يسألهم إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا منعوه. والمسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال بالشخص حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. فجدير بنا أن نحرص على الكسب الطيب وأن نحرص على الحلال الطيب. زكريا عليه السلام كان نجارا، طيلة حياته لم ينجب إلا في أواخرها، فمكث زمنا طويلا لم يرزق بالولد، وكانت امرأته عاقرا عليها السلام، كانت امرأته عاقرة عليها صلوات عليها رضوان من الله، كانت عاقرا لا تلد. ولكن ربي على كل شيء قدير، هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. كانت زوجته لا تلد، قال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. فأصلح الله لزكريا عليه السلام زوجته. قيل في قوله تعالى وأصلحنا له زوجه، قيل كان في لسانها حدة وشدة فأصلحها الله سبحانه، وقيل كانت لا تنجب فأصلحها الله وهيئها للإنجاب. أذكر شيئا من مطالع سورة مريم في شأن هذا النبي الكريم
صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فنحن نتأدب بآداب الأنبياء ونصغي إلى كلامهم ونقتبس من أخلاقهم عليهم الصلاة والسلام، فهم لنا منارات وجدير بالجامعات وجدير بالمدارس والمعاهد العلمية أن تخصص جامعات لتدريس قصص الأنبياء، أو على الأقل أقسام في الجامعات لتدريس قصص الأنبياء والدروس المستفادة منها. أنبياء الله الذين هم أسوتنا، الذين هم قدوتنا، فبدلا من تدريس التاريخ المزور كالتاريخ الذي يحمل قصة خوف وخفرع ومنقرع، والذي يحمل أحمس وتحتمس وحتشبسوت ومينا إلى غير ذلك مما لا يدرى أكذب هو وصدق، وإن كنا نميل إلى تكذيب كل ذلك لأن الذي أورد ذلك شامبليون الكافر، ولقد قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أما قصص الأنبياء التي بين أيدينا فتنزيل من حكيم حميد. قال تعالى في هذه السورة المباركة سورة مريم التي تضمنت شيئا من ذكر زكريا عليه السلام بعد المقدمة كاف هاي عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا ذكر رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده زكريا، تذكير برحمة الله سبحانه بعبده زكريا. واسمه بالعبودية واسم وسم به الأنبياء كلهم، بل الخلق كلهم بما فيهم عيسى عليه السلام، بما فيهم الملائكة الكرام. قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال سبحانه في شأن عيسى عليه السلام إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وليس عيسى وزكريا فحسب، بل كما أسلفت الخلق كلهم عبيد لله. ولقد قال تعالى في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآيات. وقال تعالى في شأنه فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهكذا. قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهنا تذكير بعبودية زكريا أيضا لربه، فهو عبد، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا شأنه إذ نادى ربه نداء خفيا، دعا ربه في خفاء بعيدا بعيدا عن أعين الناس، دعا ربه بعيدا عن أعين الناس وناداه نداء خفيا. نادى ربه أي دعا ربه، إذ نادى ربه نداء خفيا، نادى ربه بطلب الولد كما سيأتي. ولكن ما الحامل له على هذه الدعوة؟ قال تعالى في سورة آل عمران في شأن زكريا عليه السلام إذ كان يكفل مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، أي أن زكريا عليه السلام لما رأى رزق الله عز وجل دارا على مريم عليها السلام وتأتيها فاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيفا، هيجه ذلك على الدعاء لما ذكرته بقولها هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فدعا ربه يا رب وكما رزقت مريم ارزقني بالولد الصالح. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنا في الآية الكريمة إذ نادى ربه نداء خفيا. قال فريق من أهل العلم إذن يستحب من هذا إخفاء الدعاء، يستحب ويستنبط من هذا إخفاء الدعاء. قال فريق من العلماء ذلك بأن كل نعمة لها حاسد
على قدرها، إن عظمت النعمة عظم الحساد. فزكريا عليه السلام لم يرد أن يشوش عليه مشوش، فدعا ربه بعيدا بعيدا عن أعين الناس. ومن العلماء من أورد شيئا نافعا في الدعوة إلى الله وفي التعاملات مع الناس، حاصله أن زكريا عليه السلام نادى ربه نداء خفيا حتى لا يفتن بسببه الناس، وذلك لأنه دعا على كبر من السن، فكان آنذاك طاعنا في السن، وامرأته عجوز وطاعنة في السن وكانت عاقرة. فإذا قام هذا الشيخ الكبير الذي تقدم به السن جدا وزوجته انقطع عنها المحيض ولم تكن من قبل تلد بل كانت عاقرة، إذا قام يدعو قد يسخر منه الساخرون، قد يستهزئ به المستهزئون. فأراد أن لا يوقع الناس في فتنة الاستهزاء به والسخرية منه، فنادى ربه نداء خفيا كذلك. على أي حال، الدعاء الخفي مستحب، ولذا فإن رسولنا الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم كان ينام مع عائشة رضي الله عنها، فإذا ظن أنها نامت تسلل وقام يصلي وقام يناجي ربه وقام يدعو ربه. فافتقدته ذات ليلة، قامت تبحث عنه، فإذا به رجلاه منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ويدعو: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، ويدعو: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فجدير بنا أن نخفي الدعاء قدر استطاعتنا، أن نخفي الدعاء قدر استطاعتنا، وندعو الله عز وجل بما شئنا. وقد ذكر العلماء لإخفاء الدعاء فوائد، ذكروا له جملة من الفوائد، منها ما سلف أنه يبتعد بدعائه عن تشويش المشوشين وحسد الحاسدين، فقد يكون بجوارك حاسد وأنت تقول: يا رب ارزقني، هو يتمنى لك ألا ترزق، وأنت تقول: يا رب عافني، هو يتمنى لك ألا تعافى. فابتعد عن أعين الناس قدر الاستطاعة، وادعو الله بما تريد إلا الدعوات العامة التي يشترك فيها المسلمون، فتلك جائزة ومشروعة، والله أعلم. قال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا، فهي لعلتين: الأولى الإخفاء حتى لا يسخر منه الساخرون لكبر سنه ولكون امرأته كانت عاقرة، الثانية لإبعاد التشويش عن نفسه، ولأن الدعاء في خفاء أفضل وأدل على الإخلاص لله. ولقد قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأيضا الدعاء عبادة، والعبادة كثيرا ما يستحب إخفاؤها، كثيرا ما يستحب إخفاؤها للإخلاص، حتى يكون ذلك تقوية لملكة الإخلاص. أحيانا وفي كثير من الأحيان يستحب إخفاء العبادات. قال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. ماذا قال في هذا النداء؟ ماذا قال في هذا الدعاء؟ قال: ربي، أي يا ربي، إني وهن العظم مني، عظمي ضعف يا رب، لم يعد عظمي يتحملني. قال بعض أطباء العظام: إن العظام قد تصاب بهشاشة وبل وتتفتت أحيانا والشخص نائم. هذا وله محل ويرجع فيه إلى أرباب هذه المهنة. قال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. هكذا بين حاله من الضعف بين يدي الله. أدعوك دعاء المستضعف، دعاء الضعيف الذي تقدمت به السنون وتسرب المشيب إلى رأسه وتسرب المشيب إلى لحيته. فإظهار الافتقار لله أثناء الدعاء أمر محمود
ومشروع لا تدعو وأنت مستغن مظهرا حالة الاستغناء، كلا، بل تدعو وأنت مظهر حالة فقرك إلى الله سبحانه ومظهر احتياجك إلى الله سبحانه وتعالى. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يا رب ضعفت ولم تعد عظامي تتحملني ورأسي امتلأت بياضا، فها أنا ذا في أواخر حياتي، تسرب إلي المشيب وتسرب إلي الضعف، ثم ولم أكن بدعائك رب شقيا. توسل حسن بسابق إحسان الله إليه، لم أكن بدعائك رب شقيا، أي يا رب أنت لم تشقني من قبل بالرد والحرمان، فأنت رب كريم، سألتك من قبل فأعطيتني ولم تجعلني شقيا بردي وحرماني. فهذا نوع توسل بسابق إحسان الله إلى العبد، قل يا رب أنت رزقتني وقد كنت فقيرا، يا رب أنت علمتني وقد كنت جاهلا، يا رب أنت سترت علي وقد كنت معرضا للفضيحة، يا رب أنت رحمتني وأنا عاصي لك يا رب. وتدعو بمثل هذه التوسلات، بمثل هذه التوسلات إلى الله سبحانه، وتدعو ربك بمثل هذه التوسلات، وكنظير له في الحياة الدنيا، أن تذهب إلى شخص تقول له أنا معسر، أعطني شيئا مما أعطاك الله فيعطيك ألف من الجنيهات، فتأخذها وتفرج بها كربتك، وبعد ذلك بعد سنة تأتيه وأنت محتاج تسأله ألفا، فيسألك من أنت وهو قد نسيك مع ما نسي، فتقول له مذكرا لست جاحدا، تقول له أنا الذي أتيتك العام الماضي وسألتك فأكرمتني وأعطيتني ألف من الجنيهات، فتذكره بسابق إحسانه إليك، فيعرف أنك لست من الجاحدين، لست من المنكرين، بل أنت من الشاكرين ومن المتذكرين، فيعطيك ألفا أخرى. فعلى ذلك هناك نوع توسل بسابق الإحسان. فزكريا عليه السلام يقول ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي يا رب لا تشقني بالرد والحرمان، فأنت يا رب أكرمتني وما حرمتني، أعطيتني وما منعتني، ولم أكن بدعائك رب شقيا. ثم يبين سبب الدعوة، يبين سبب الدعوة التي يدعو بها، فيقول وإني خفت الموالي من ورائي، خفت يا رب من أبناء عمومتي، من عصبتي ألا يقيم الدين من بعدي. ووجه ذلك أن بني إسرائيل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي آخر يقود البلاد ويسوس العباد، يقودهم بكتاب الله، يقودهم بالوحي المنزل، فكانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، فزكريا كان السائس لبني إسرائيل، فنظر في أقربائه، نظر في أبناء عمومته، نظر في عصبته، من الذي سيقود البلاد من بعدي؟ نظر في المحيطين به من أقربائه الذين هم محل للنبوة، لم يرى فيهم كفءا ولم يرى فيهم شخصا صالحا يقيم أمر الله في العباد، فلذا سأل ربه ولدا صالحا يرث العلم ويرث النبوة، فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. فنظر زكريا عليه السلام إلى من حوله من أبناء عمومته ومن عصبته، فخاف ألا يقيم الدين، فقال وإني خفت الموالي من ورائي، أي خفت من أبناء عمومتي ومن عصبتي من بعدي ألا يقيم أمرك ولا يقيم دينك. وإطلاق الموالي على أبناء العم له مساغه الشرعي، وفي ذلك يقول القائل أيا بني عمنا، يا بني موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. فبين سبب الدعوة، بين سبب الدعوة، وبيان سبب الدعوة مطلب أيضا في الدعاء. تقول يا رب اشفني،
حتى أصلي في جماعة، يا رب ارزقني حتى أنفق على الأيتام، حتى أنفق على المساكين، حتى أعول الفقراء، يا رب علمني حتى أعلم الناس. وهكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تولك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في موطن آخر عندما حسن الخبر: اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدو أو يمشي لك في جنازة. فطلب شفاء المريض حتى يحارب يجاهد في سبيل الله وحتى يتبع الجنائز. وفي هذا الباب أيضا باب إظهار سبب الدعوة التي تدعو بها، قول موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعا عليهم وبين سبب الدعوة، قال: يا رب استغلوا نعمك في معصيتك، ربنا ليضلوا عن سبيلك. فهكذا بيّن. ونحوه قول نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لماذا؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فبيان سبب الدعوة مطلب. تقول مثلا: يا رب ارزقني ولدا صالحا يعينني على طاعتك. قال موسى عليه السلام: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، لماذا هذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فمن ثم قال تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أوتيت سؤلك يا موسى. فبيان سبب الدعوة التي يدعو بها الشخص مطلب: يا رب عافني حتى أدعو إليك، يا رب ارزقني حتى أنفق في طاعتك، يا رب أعني حتى أقوم الليل، وهكذا. وتطلب: يا رب ارزقني ولدا صالحا يستغفر لي بعد موتي، يقيم أمر الله في أخواته وفي إخوانه، وهكذا تبين سبب الدعوة. قال زكريا عليه السلام: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، أي وأنت قادر على إصلاحها، فهب لي من لدنك أي من عندك وليا يرثني، الأنبياء لا يورثوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. فالأنبياء لا يورثوا. إذن ما توجيه قوله تعالى، ما توجيه قول زكريا عليه السلام: يرثني ويرث من آل يعقوب؟ قال أهل العلم: يرث علمي ويرث نبوتي، كما قال تعالى: وورث سليمان داود، ليست وراثة مال. قال: يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا، اجعله يا ربي غلاما رضيا ورجلا رضيا ترضى عنه ويرضى عنك، اجعله ربي رضيا. قال تعالى: وبعد أن بين زكريا عليه السلام دعوته وقدم لها المقدمات اللازمة لها من التوسلات التي بين يدي الدعاء، بيان الضعف والافتقار إلى الله، ثم توسل بسابق الإحسان، ثم كذلك ما ذكر من قوله من بيانه لسبب الدعوة، أنه لم يرد بها تعاليا على الناس، ولم يرد بها تكبرا على الناس، فلا يريد ولدا للتكثر على العباد وللبغي على العباد، بل يريد ولدا صالحا. فإذا دعوت الله بالولد فادعوه بالولد الصالح. قال سبحانه: يا زكريا، يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قال: يا زكريا، هذا النداء نادته الملائكة، إذ الله قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، من قوله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن البشرى تأتي في الأماكن الطيبة. لم تأتي الملائكة في ملعب ولا في ملهى ولا في مسرح ولا في سوق،
إنما تأتي الملائكة بالمبشرات في الأماكن الطيبة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فلنحرص على المجالس الطيبة وعلى الصحبة الطيبة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وفي الآية التي بين أيدينا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، سماه الله قبل أن يولد، فيجوز تسمية المولود إذن قبل أن يولد، ويجوز تسميته فور الولادة، ويجوز تسميته تجوز تسميته صبيحة الولادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وتجوز التسمية في اليوم السابع وقبل ذلك وبعد ذلك. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قيل سميا أي مشابها ومثيلا ونظيرا، وقيل سميا أي من تسمى بهذا الاسم. فعلى ذلك قوله تعالى لم نجعل له من قبل سميا، قيل لم نجعل له من قبل مثيلا ولا شبيها ولا نظيرا، وقيل لم نجعل أحدا من قبل تسمى باسم يحيى. ونحوه في التنزيل في شأن ربنا سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا؟ قيل في معناها هل تعلم أحدا اسمه الله، والمعنى الثاني هل تعلم أحدا كرب العباد سبحانه وتعالى في أمره ونهيه وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدرته إلى غير ذلك. قال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الغلام قد يطلق على الصغير وهو الأصل، وعلى الذي قارب الاحتلام وهو أصل أيضا، وقد يطلق على الكبير تجاوزا، كما يذكر ولا أعلم له سندا عن علي أنه قال: أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فعلمن والحسن. وكما نقل عن الحجاج الثقفي تصفه امرأة يقال لها ليلى الأخيلية تقول، وليس قولها بسديد ولا برشيد في هذا الصدد: إذا حل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. أرجع فأقول وبالله التوفيق: يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال: رب أنى يكون لي غلام، من أي وجه يأتيني هذا الغلام؟ وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، تقدمت في الكبر. من العلماء من أثار تساؤلنا هنا حاصله: كيف أن زكريا عما قريب يقول رب هب لي من لدنك وليا، فلما يبشر بالغلام يقول رب أنى يكون لي غلام؟ فأجاب بعض العلماء على ذلك بأجوبة، منها أنه كان ثم فارق زمني طويل بين الدعاء والجواب، وهذا الكلام ضعيف لأن كل ذلك كان بعد الكبر. وجه آخر أن زكريا يسأل بقوله أنى يكون لي غلام عن الحالة، هل أرد شابا وترد امرأتي فتاة ونرزق بالولد، أم على أي وجه يكون؟ ووجه ثالث ذكره العلماء أن الشخص إذا بشر بخبر طيب يستحب أن يعاد على مسامعه هذا الخبر حتى يطمئن ويسعد بكثرة. فكمثال: دخلت أنت الامتحان وتظن أنك رسبت وتتوقع النتيجة وتخشاها، فإذا بآت يأتيك ويقول أبشر أنت الأول على كل الطلبة، فأنت لا تكذب الآتي ولكنك تتعجب تقول ماذا قلت؟ فيقول أنت الأول على كل الطلبة، فتحب أن تتلذذ بسماع الخبر، قل بالله عليك ماذا قلت؟ فيعيد الكلام على مسامعك تلذذا منك بسماع الخبر. قال: رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. من العلماء من قال إن كلمة المرأة تثار في مواطن الولادة والحمل في الكتاب العزيز، وكلمة الزوج تثار عند التشابه، فلذلك
لم يقل الله، قالوا لذلك لم يقل الله عز وجل عن امرأة فرعون زوجة فرعون، وإن كانت هي زوجة لكن المماثلة في كلمة زوج لم تكن في امرأة فرعون مع فرعون. وكذلك في امرأة نوح وامرأة لوط لما كانت المشابهة غير موجودة فلم يقل زوج نوح ولا زوج لوط، لكن قد يرد عليهم أن الله قال زكريا قال وكانت امرأتي عاقرا على زكريا السلام. فالجواب أن هذا المقام مقام ولادة كما فقيل في شأن إبراهيم وامرأة عليه السلام وامرأته قائمة فضحكت. أرجع إلى التأويل، قال تعالى قال زكريا رب أن يكون لي غلام، من أي وجه يأتيني هذا الغلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. هذا أمر سهل على الله، سهل على الله أيها العقيم أن يرزقك بالولد، سهل على الله أيتها المرأة التي لم تلدي أن يرزقك بالولد، سهل على الله أيتها الفتاة التي لم ترزق بزوج أن يرزقك بزوج صالح، سهل على الله. يفعل ربنا كل ما يريد كما قال عن نفسه فعال لما يريد، فهو يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويكرم ويهين ويضحك ويبكي ويغني ويقني سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ماذا كنت أنت؟ أنت كنت نطفة مهملة لا تكاد تذكر، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أي شيئا مذكورا يلتفت إليه. قال رب اجعل لي آية، علامة يا رب إذا حملت زوجتي أعلم أنها قد حملت، علامة يا رب على أن زوجتي قد حملت. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. علامتك على أن الزوجة حملت أنك تخرج إلى الناس تأتي تتكلم معهم تتخاطب معهم، لا تستطيع أن تتكلم لا تستطيع أن تخاطب الناس، ولكن إذا جئت تذكر الله ذكرت الله كما في آية آل عمران آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال العلماء سبحان الله، منع من المخاطبة مع الناس ولم يمنع من ذكر الله من غير آفة اعترت لسانه، فلم يتسرب إلى لسانه مرض ولم تتسرب إلى لسانه آفة، بل لسانه سوي لسانه صحيح، ولكنه لا يستطيع الكلام لمدة 3 أيام إلا رمزا. قال تعالى 3 ليال سوية، قيل في سويا 3 ليال صحيحة تامة، وقيل سوي عائدة على زكريا أي وأنت صحيح سوي. فخرج على قومه من المحراب أي لما حصلت هذه العلامة، فأوحى إليهم إشارة أن سبحوا بكرة وعشية، صلوا صباحا ومساء كذا قيل، وقيل سبحوا قولوا سبحان الله بكرة وعشيا صباحا ومساء. فقوله فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، ورزق بالغلام ووجه الخطاب إلى الغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ أقبل يا يحيى على التوراة بجد واجتهاد، أقبل على الكتب المنزلة من الله بجد واجتهاد، خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، قيل الفهم وقيل الحكمة. وأورد البعض في ذلك أثرا بلا إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من الإسرائيليات أن أطفالا أتوا ليحيى وهو طفل مثلهم، يا يحيى هلما نلعب، فيقول وهو صغير ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا. قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا، قيل قذفنا في قلبه الحنان، كان حنونا على والديه
وعلى أقربائه وعلى الناس، فكان رحيما، وحنان الشخص إنما هو من الله، فالشخص الحنون حنانه من الله سبحانه. ودل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل حسنا أو حسينا، فأقبل إليه الأقرع بن حابس التميمي فقال: يا محمد، تقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. فقال: والله يا محمد، إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك إن كان الله عز وجل نزع الرحمة من قلبك. قال تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة طهرا من المعاصي، وكان تقيا وبرا بوالديه وبرا بوالديه. وهذه منقبة عظيمة يؤتاها الشخص، ورزق يرزقه الشخص أن يكون بارا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال كده في المواريث، لو سمحت سيادتك. تفضل. احنا سبع اخوات بنين وبنات. إيه؟ والوالد رحمه الله ساب لنا 3 عقارات. ادى اخوة شقق، لان كان في شقق موجودة، فاداهم الشقق دي كتابة. وفي 3 اخوة. نعم. عفوا، كتب لهم عقود بالشقق؟ لا، كتب لواحد بس عقد بالشقة. واحد فقط. واحد فقط. وبعد؟ والاثنين التانيين هو سكنهم كده على اساس يعني الشقة كانت متوفرة، لان الكلام ده من مدة يعني. وبعد؟ وبعدين هو نده لي ونده لاخواتي اللي ما خدوش بعد 10 سنين من الشقة اللي خدوها اخواتي. اي نعم. قال لنا: انا هكتب لكل واحد فيكم 1000 جنيه نظير الايجار بتاع الشقه لغايه دلوقتي. قال لي: هي الشقه تسوى كام؟ قلت له: مثلا 6 جنيه. قال لي: اضربها كده في سنه. قلت له: يبقى 72 جنيه. قال لي: اختك او اخوك بقالهم 10 سنين، يبقى مثلا 700 جنيه. طيب ايه السؤال بسرعه؟ هو عوضني عن الايجار. طيب ايه السؤال؟ النهارده احنا بنقسم النهارده احنا بنقسم الشقق، بنقسم الميراث. وبعد؟ هل اللي واخدين شقق يعتبروا مالكينها؟ اسمع، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الذي كتبت له الشقة في حياة الوالد بعقد هي ملكه، والذين كتب لهم مبلغ من المال هو ملكهم، والذين سكنوا بغير تمليك فليس من حقهم شيء، وما هم يسكنونه يقسم كتركة، إلا إذا تراضيتم أنتم جميعا على أمر وسط فلكم ما تراضيتم عليه. أما كحكم فالولد الذي كتبت له الشقة هي له، والأولاد أو البنات الذين كتبت لهم أموال هي لهم، والذين لم يكتب لهم شيء ليس لهم إلا من التركة العامة بعد خصم المذكورات منها، هذا كحكم. أما عند التراضي فإذا تراضيتم على شيء جميعا فيمضى ما تراضيتم عليه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك شيخ الفاضل. وفيك. لو سمحت لي يعني سؤال حول قوله تعالى: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هل شقيا كما تفضلت بأنها في استجابة الدعاء أن الله سبحانه وتعالى كان دائما يجيب دعاءه؟ وهل كذلك هي ما قبل الدعاء بأنه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، بحيث أنه كان يقدم لنفسه من خيرات ومن الدعاء فهو بذلك غير شقي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلم أعلم وجه سؤال الأخت، لم أدرك مرادها، ولكني كأني فهمت أن الشخص هل إذا رد دعاءه يكون شقيا برد الدعوات؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، إذا كان غالب أحوال الشخص أن دعاءه يستجاب فهذا دليل خير، دليل خير ودليل سلامة. أما إذا كانت أغلب الدعوات مردودة
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من دعاء لا يسمع. نعم هناك من الصالحين من ردت لهم بعض الدعوات لم تستجب في الدنيا، ولكن ذلك لعلة وبيان. فمثل رسولنا يقول: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. ومعلومة هي لأن كون قدري قد مضى، قضاء كوني قدري قد سبقت به الكلمة، وهي سألت وألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وإبراهيم عليه السلام لما دعا ربه بقوله: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، كان يريد قصر الرزق على المؤمنين. قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وكذلك دعا نوح عليه السلام لابنه فما أجيب إلى ذلك لأمر قد سبق. لكن الغالب على دعوتهم الإجابة، هذا ما فهمته وهذا ما أجبت به. أما إشارة الأخت إلى أن من أسباب إجابة الدعاء أنه وسائر الأنبياء كانوا يعملون الخيرات والصالحات، فكان ذلك من أسباب إجابة الدعاء، فهذا تمويه حسن. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاستحب العلماء أن تصاحب الدعوات بالأعمال الصالحة، فإن ذلك أدعى للقبول، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. لي سؤال ورجاء شيخي. الله المستعان، تفضل. بالنسبة في الفتاوى في العصر، أنت قلت في وقت الفجر يا شيخ أنه ليس صحيحا، هكذا؟ يعني حول المقولة أدندن، أطالب المسؤولين عن الفتوى في مصر وأطالب مشيخة الأزهر بإعادة النظر في وقت صلاة الفجر، لأنه يفترض أن وقت الفجر يدخل بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمراقب لتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، المراقب للخيط الأبيض من الخيط الأسود يرى زمنا بين الأذان المثبت في التقويم وبين تبين الخيط حقيقة. وإن شئت جرب أخرج إلى البرية. السؤال شيخي أسأل حاليا، أنا أصلي سنة الفجر في البيت بعد انتهاء الأذان في بلدنا، هل يؤثر أن لا نؤذن في الوقت أو أننا نؤذن قبل الوقت في صحة صلاة الصبح الفرض والسنة، هل أؤخرها إلى ربع ساعة مثلا أو ماذا شيخي؟ ممكن تؤخر السنة إلى ربع ساعة، ولكن الأولى إذا كنت قويا أذن في بعد الأذان المثبت في التقويم بعشر دقائق أو نحو ذلك. وصلاة الصبح هل تؤثر فيها شيخ الأذان؟ لما أنت ذكرت أنك ستصلي النافلة بعد ربع ساعة تقريبا. نعم أي نعم، فعلى ذلك الصلاة صحيحة. الرجاء شيخي أرجو منك ومن مجلس شورى العلماء أن توجهوا رسالة للدكتور محمد نورسي أن يسحب سفيرنا من بورما، وأن يذهب بسفير بورما إلى بلده كما يعني اقتداء برئيس تركيا، لسنا أقل منه ولسنا يعني أقل منه حنية في الإسلام، وليكن ما يكون شيخي غضبة لله. أرجو ذلك منك. أرجو أن يكون مستشاره قد سمعوا ذلك، وننصحه بمزيد من الفعل أن يفعل ما يستطيع لإنقاذ هذا الشعب البئيس هنالك، الشعب المسلم في بورما. جزاك الله خيرا على تنويهك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت أنا عندي سؤال كنت كلمتك قبل كده فيه. طبعا السؤال ده كان عندي الأخت، كان أبوها كاتب عليها هجرة وتكفير، ولكن لما كان كتب العقد ده حصل خلاف بينه هو هجرة وتكفير والعريس اللي تزوجها هجرة وتكفير برضك، وانكتب العقد. طبعا أبوها جه توفي، أبوها توفي، وبعد ما أبوها توفي طبعا أعمامه هم أولياء أموره قالوا جه بتهجو اللي هم جماعة الهجرة وتكفير، وطبوا لهم لا احنا نفسخ العقد أو يكون هناك خلع.
فقال خلاص ان كانت البنت مش موافقه علينا يبقى خلاص يكون هناك خلع. طبعا قلنا له احنا بالنسبه لنا احنا بنتحاكم باليد بالعرض يكون المأذون بتاعنا، ويعني عرفنا ان احنا لازم نمشي على قانون الدوله. هم قالوا لا هذا القانون مش عارف قانون ايه يعني. عفوا اصبر علينا بس اصبر. يعني الان اختك تزوجت، ابوك كنت بعقدها. ايوه عقد، ما تزوجت. ابوك كان أيوة. من ابوك كان من التكفير والهجره بحد على زعمك و... أيوة. والزوج على هذا المبدا الرديء تكفير والهجره. ايوه. واختك على هذا المذهب ولا لا؟ ولكن لم يدخل بها. على كل الزواج قد تم، الزواج قد تم. طيب احنا كده حبينا نخلعها، فهم لما قلنا لهم لا احنا كده المنهج ده منهج مش كويس واحنا مش هنتعامل بيه، فالكت دي احنا عايزين نخلعها. على كل حال هم قالوا نسال البنت، عايزين نسال البنت ان كان تم خلع. طبعا قالوا نخلعها، فجو سال البنت قالوا تخلعي؟ قالت نعم اخلع. وبناء عليه كان اثنين كانوا جايين وكلاء عن الزوج، فلما الاثنين كانوا جايين وكلاء عن الزوج اتفقنا معهم على الخلع، وذهبوا واعلموا العويس الزوج ان هذا خلع، واتفقنا على ان هذا خلع. وهو اتى واخذ الحاجه بتاعته وودانا عليه اللي هو المهر بتاعه والحاجات اللي كان دافعها والحاجات اللي كان جايبها، واتفقنا على هذا خلع. هل هذا خلع ام لا؟ سؤالي، العقد الاول كان موثقا عند مأذون ام لا؟ لا لا، كانش موثق عند مأذون. هجوة تكفير لم يوثقوا عند مأذون ولم كل هذا بالنسبه لهم باطل. اصبر. يعني العقد الاول ابوك كان شفويا ولي الزوجه واثنين شهود كده منهم. اسكت خلاص سمعت كلامك، اسمعني. نعم. العقد الاول لم يكن موثقا عند المأذون لان أيوه. اباك كان من التكفير والهجره تلك الفئه أيوه. الزائغه، والزوج كان من الفئه من التكفير والهجره تلك الفئه الزائغه، فيريان أيوه. ان توثيق العقد عند المأذون كفر، فلم يوثق أيوه. عند المأذون. فالعقد لم يوثق عند المأذون وخلعتما أختكما بناء على أيوه. رغبتها، وتم الخلع بدون مأذون. فالخلع أيوه. صحيح، الخلع صحيح. السلام يعني عليكم. الخلع كده صحيح يا شيخنا. نعم، تم الخلع، الخلع صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، لي سؤالين لو أسألي. نعم. السؤال الأول حول هذه المقولة التي يرددها الناس: من علمني حرفا صرت له عبدا. هذه المقولة هل هي مخالفة للعقيدة فنتجنبها أم صحيحة فنقولها؟ والسؤال الثاني: قمنا بجمع تبرعات لنرسلها لإخواننا في سوريا، لكن هناك من إخواننا السوريين من يعيش معنا في بلدنا مصر ويحتاج إلى هذه الأموال، فهل يجوز أن نعطيها لهم أم يلزمنا أن نرسلها لمن يعيش في سوريا؟ وأرجو منك شيخنا أن توجه رسالة لحكام وحكومات الدول العربية المسلمة أن يحسنوا إلى إخواننا السوريين اللاجئين عندهم ويكرموا ضيافتهم، فالله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وجزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقول القائل: من علمني حرفا صرت له عبدا، قول غير صحيح، فالعبودية لله سبحانه، أعني العبودية المطلقة والطاعة المطلقة لله سبحانه. أما كونكم جمعتم تبرعات للمستضعفين في سوريا، وهنا مستضعفون سوريون، فإذا كانت حالة التي حالة الذين هنا أحسن من حالة البائسين هنالك، ألزمتم بإرسال الأموال إلى هنالك. أما إن كانت حالهم هنا أبأس فأعطوا من هنا، والله أعلم. هذا وجدير بالمؤسسات الرسمية في مصر أن تجهز حملات وأن تجهز قوافل، سواء قوافل طبية أو قوافل إغاثية، لمتابعة الإخوة السوريين الذين شردوا من ديارهم. فليت الحكومة تفعل ذلك، وليت المسؤولون يقومون بذلك، تجهيز قوافل إغاثية وقوافل علاجية وقوافل دعوية للاجئين في الأردن وفي تركيا من السوريين. ليت المسؤولون يبادرون بذلك، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله.
في وقت عصبية ونرفزة وقلت لزوجتي روحي وانت طالق. طيب فما الحل ان شاء الله من فضلك؟ كنت تملك أمر نفسك؟ لا والله في وقت عصبية شديدة. لا يعني عصبية، ما العصبية درجات. إذا كنت في العصبية تكسر الهاتف أو تحمل ابنك وتضربه في الأرض ستكون خرجت عن حد الاعتدال ولا يحسب طلاقك. أيوة كنت... وكان فعلا بنفس المشكلة، كان علشان ابني، وكان يعني عفواً. لو معايا سلاح كنت يمكن ضربته. على كل، إذا كنت غضبانا غضبا شديدا ولكن معه تملك أمر نفسك فالطلاق واقع. إذا كنت خرجت بغضبك عن التحكم في نفسك فقدت التحكم في نفسك تماما فالطلاق لا يقع، وأنت وما وصلت إليه من حال. السلام عليكم. طيب يعني لا هل له كفارة ولا غير؟ لا ليست كفارة. إما أن يقع فتقول لها رجعتك وتشهد اثنين، أو أنه لا يقع على حسب الحالة التي وصلت إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال وملحوظة صغيرة أخي الكريم. السؤال: هل المجتهد المصيب أصاب مراد الله على الإطلاق أم اقترب منه قربا شديدا؟ وهل الحكمة من إعطاء المجتهد المخطئ أجر أن يتسع هذا وذاك لكل الطاقات البشرية، مع العلم ويقينا أن المجتهد المخطئ لا يخرج عن إطار القرآن والسنة الصحيحة الملحوظة؟ قلت في قناتكم المباركة الطيبة دعاء ونسيت أن أكمله. طيب الله نفسك، لا أستريح حتى أكمله. قلت: توفيقا آل حسان، فإن موعدنا الجنة. ونسيت أن أقول: بإذن الله وبفضل الله وبكرم الله وبمشيئة الله وبرحمة الله، وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت يا اخي عندي سؤال. تفضل. انا كنت في مشوار وجيت في شهر رمضان، وليت دخلت طبعا الشطف فيهم ميه دخلت في فمي كده غصب عني يعني. فاليوم ده يعتبر افطار عامل متعمد ولا افطار بنية؟ يعني دخل الماء على سبيل الخطأ الى جوفك. إذا كان ذلك كذلك فلا شيء عليك. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أحبك في الذي الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله يعني رغم ما يحدث الآن في بلاد المسلمين من تدمير وتشتيت، وليس لحكماء العرب أن يتكلموا أو أن يفعلوا أي شيء، فهل نحن لنا عذر عند الله عز وجل؟ وما يحدث الآن في سوريا وبورما وبلاد المسلمين، هل لحكماء العرب عذر عند قوله تعالى وقفوهم من أنهم مسؤولون؟ وأرجو أو أرجو من سيادتك أن توضح ما معنى كلمة تلفي حتى النخاع. وجزاكم الله عنا على المسلمين كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما من كان في وسعه أن يستنقذ مسلما من ألم ألم به ولم يفعل، فيأثم إن كان مستطيعا أن ينقذه فلم يفعل. وهذا الحكم عام يتسرب إلى المسؤول، ينسحب على المسؤولين وينسحب على الرعية. فنسأل الله أن يهدي أهل الإسلام إلى ذلك. وأناشد الأخ الرئيس الدكتور محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير أن يعد قوافل إغاثية وقوافل دعوية وقوافل طبية لإنقاذ المستضعفين هنالك. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ أنا مش بحضرك على أنك بتذكر الناس
في نهاية كل حديث على موضوع النصارى والاستغفار وردود الحقوق وكذا، لكن في حديث اللي هو من غسل واغتسل، حديث يوم الجمعة ماله؟ من غسل واغتسل وإلى نهاية الحديث كانت له كل خطوة بأجر سنة صيام سنة، هذا الحديث هذا صحيح؟ يعني ما صلة الربط؟ صحيح، فأرجو من حضرتك أنك يعني تبلغ الناس به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يريد تذكير إخوانه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يركب جعل الله له بكل خطوة، فاستمع وأنصت وصلى مع الإمام، جعل الله له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث أرى والله أعلم، ومع أن إسناده يبدو عليه الحسن لكن متنه مستغرب لمخالفته الأحاديث الثوابت القوية، أعني لأن الأحاديث الثوابت القوية فيها أن كل خطوة يرتفع بها الشخص درجة أو تحط بها عنه خطيئة. أما هذا الحديث فمتنه من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب فيه له بكل خطوة أجر سنة صيام وقيام، فمتنه فيه غرابة، متنه فيه غرابة. ولقد قال الإمام الذهبي رحمه الله في تعليقه على المستدرك: وله علة مهدرة كذا قال، فما زلت بصدد البحث عن هذه العلة، وإلا فالذي أراه الآن أن المتن فيه غرابة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الله يبارك في حضرتك يا رب. وياكم. هو حضرتك أنا عايزة من حضرتك نداء للمدرسين، الأمر الأول يرحموا أولياء الأمور من الدروس الخصوصية ويشرحوا في المدارس ويحضروا في المدارس، علشان الدروس معظمها بقت في الصباح ومفيش مدارس. والله ده مش بس في مدارس الحكومة ومدارس الخاصة والأزهر. الأمر الثاني الغش في الامتحانات وترك الولاد بيغشوا البنت او الطالب اللي ذاكر بيضيع والله العظيم في وسطهم. يعني انا بنتي تقول لي يا ماما يعني مش ممكن المدرسة تقعد تقول لي انت انانية، طب اللي ذاكرت غير اللي ما ذاكرتش، وبعدين يعني حاجات يعني عايزينهم مثلا في نص تغشش عشان تيجي في نص اللجنة وتروح. بارك الله فيك. طبعا يعني الامر صعب جدا. بارك الله فيك، وهذه مهمه الوزير الجديد، وزير التربيه والتعليم الجديد محمل امام الله هذه المسؤوليه، فارهقوا كواهل اولياء الامور بالدروس الخصوصيه، والمدرس الذي قل دينه وقلت امانته وانعدم ضميره، وان كان الضمير كلمه الضمير اتحفظ عليها، وانعدمت امانته وقل ايمانه لا يولي المدرسة أي اهتمام، إنما يحاول جاهدا أن يبتز الطلبة خارج المدرسة. فجدير بوزارة التربية والتعليم ووزير التربية والتعليم الجديد أن يضع نظاما صارما حتى تعود المدارس إلى قوتها، وحتى يعافى أولياء الأمور من هذه المبالغ الطائلة التي يرصدونها للدروس الخصوصية. فجدير بالوزير أن يتقي الله في الرعية، وأن يعيد إلى المدارس قوتها وهيبتها حتى ترفع المظالم عن أولياء الأمور. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فجدير بالوزير أن يتقلد مهمته ولا يغش العباد، فهو متقلد الوزارة لإصلاحها، جدير به أن يصلح وأن يتقي الله في من هم تحت يديه، فإنه مسؤول عن الرعية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. وحياك. بشكر
نشهد الله على محبتك ونسأل الله أن يحرم هذا الوجه على النار ووجهك والسامعين والسامعات. اللهم آمين يا رب. آمين. ودعمك الله أز أنت آمين. وأبي إسحاق للعلم ولنا جميعا. نحن يا شيخ في السعودية نعاني أشد المعاناة واحتدمت خلافات بين نحن السلف مع بعض الأخوان في البلد واحتجنا إلى حاكم والحاكم لم نجد أجل منك واتفقنا جميعا عليك أن تكون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فإن كانت مشكلة خاصة وخصومة فإن شاء الله مستعدون للتدخل للإصلاح لقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وإن كان ثم أمر آخر فلم أدري المراد لكون الخط قد انقطع. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. مرسي مع حضرتك. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ بحبك قوي يا شيخ مصطفى والله. احبك الله الذي احببتنا. الله يبارك فيك. بكون سعيد سعيد ما بشوفك والله. الله يبارك فيك وسعيد. الله يبارك في حضرتك. الايمان يا رب. تفضل. لو سمحت عندي كم سؤال كده ممكن؟ تفضل. كيف يا شيخ يكون الوعد من الله سبحانه وتعالى في المنام؟ الوعد؟ نعم. من الله في المنام؟ نعم. يعني أنا بسمع أحيانا إن فاصبر إن وعد الله حق. يعني سألت الله في بعض الأمور يعني كده والحمد لله قريب من الله سبحانه وتعالى فبسمع في المنام من حين لآخر فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق. فمش عارف رأي حضرتك إيه بقى. والله هذه مبشرات طيبة. يعني إذا سمعت في المنام فاصبر إن وعد الله حق فهذه مبشرات طيبة وتحملك على الصبر. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. نعم تفضلي. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى على المسلمين على المسلمين كلهم. وجزاك الله مثله. طيب وجزاك الله الرحمة والعاملين عليها كلهم كل خير. بس اللهم معلش. أمين وياك والسامعين والسامعات. بس معلش أنا عايزة أنتقد بعض البرامج. يعني انتقاد مش انتقاد انتقاد هداف. الوقت كان فيه في رمضان البرنامج اللي بيجي بعد رمضان على طول الشيخ أمين الأنصار. معلش فيه بعض الحلقات اللي هي بتاعت الأطفال الصغيرين. كان السنة اللي فاتت طفل صغير بيشرب سجاير طفل يعني كان لسه بيرضع والبرنامج قبل الموقف بتاع الطفل الصغير بيشرب سجاير. السنة دي جابوا واحد بيحرق في نفسه. طب دي ما ينفعش تتعرض علشان الأطفال ما يقلدوش الحاجات زي دي. والبرنامج أصلا التلفزيون الطفل بيشوف قدامه بيعمل إيه بيقلد زيه بالظبط. معلش سامحني إن أنا بنتقد. مشكورة يعني مشكورة جزاك الله خيرا. يعني أنت لا أحسنت. حاجة كمان أنا نفسي برضو قصص الأنبياء في قناة الـMBC 3 جايبين قصص الأنبياء. الدكتور يحيى الفخراني الممثل كان جاي طالع على الفضائيات بيتكلم عن المسلمين والإسلاميين بطريقة فظيعة واتكلم كأنه مش من المسلمين. ليه بيعمل قصص الأنبياء؟ مش أولى بقناة الرحمة إن هي اللي تعمل قصص الأنبياء على حق ومن غير تحريف ونعرف بالضبط الأطفال يعرفوا بالضبط قصص أنبيائهم. يعني أنت عفوا أنت تريدي أن يمثل الأنبياء أمامك؟ لا 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 مش كده. مش فاهم. مقصودش يعني أقصد إن في يتعمل في قناة الرحمة قصص الأنبياء. يعني نسمع قصص الأطفال يسمعوا قصص الأنبياء بدل برنامج الشيخ أمين الأنصاري. يبقى ساعة الفطار في مواعيد البرنامج بتاع الشيخ أمين الأنصاري. جزاك الله خيرا. أمر حاجة للأطفال يستفادوا إن شاء الله يعرض على إدارة القناة بإذن الله ولعلهم سمعوك ويدرسونه فيما بينهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يشهد الله أن أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. الحمد لله على ظهورك على قناة الرحمة مرة أخرى. بارك الله فيك. الله يحفظك. والله يا شيخ أنا عايز أعرف بس الإسرائيليين اللي هم موجودين حاليا هل ليهم صلة ببني إسرائيل؟ والسؤال الثاني بس حضرتك إيه رأيك في مشايخ الأزهر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فعن الإسرائيليين الموجودين الآن
هل منهم من يمتد نسبه إلى يعقوب عليه السلام؟ منهم من هم كذلك ومنهم من ليسوا كذلك. ولكن قد قال الله تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فلا يمنع أن يكون من بني إسرائيل من هو ظالم، وهؤلاء الأغلب الآن. هذا وعن مشايخ الأزهر فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك. هذا. والأخت التي سبق أن تحدثت عما قريب في شأن المناظر التي قد يفهمها الأطفال فهما على غير مراد من بثوا هذه البرامج ومن نشروها، لها وجه حسن، ولذلك تراعى هذه الأمور إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. عبد الله من الفيوم. تفضل يا عبد الله. لو سمعت، انا عندي بيت اوضه وصاله ومطبخ عندنا في الارياف الفيوم، تمام؟ فحضرتك عاوز ابيعه وهشتري حته اكبر، بيت اوضه وصاله ومطبخ. المبلغ اللي يطلع ده هيشتري الارض بس، هو معيش فلوس ابني بقى، يعني ينفع اجيب قرض على الشغل ولا يبقى كده ربا؟ لا ترابي، لا ترابي، بارك الله فيك، فتدخل نفسك جهنم. لا ترابي وابقى في المنزل الضيق، ولا توسع على نفسك بالحرام، لا توسع على نفسك بالحرام، إنما انتظر حتى يفرج الله همك ويكشف الله كربك، وبعد وسع من الحلال الطيب، بارك الله فيك. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يذكرنا بقرب انقضاء الوقت، فأقول وبالله تعالى التوفيق. لقد ذكر الله يحيى عليه السلام بقوله: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد، أمان عليه عند ولادته، ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أمان عليه في كل المواطن، وتحيات وتبريكات عليه في كل المواطن، عليه الصلاة والسلام. ألحقنا الله إياكم بهذا الركب الكريم، ركب الأنبياء، ركب الصالحين، ركب أولياء الله المتقين، ركب الرسل الكرام، ركب أولي العزم من الرسل. ألحقنا الله وإياكم بهذا الركب الكريم، وجمعنا بهم في الفردوس وفي عليين، اللهم آمين. هذا وبين يدي الانقضاء، أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة، داعية إلى الخير، حاملة للواء الحق ولواء أهل السنة والجماعة، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا. وأوصي الأخ الرئيس الدكتور محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير بتقوى الله والثبات على طاعة الله، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. وأذكره وأحسبه أهلا لأن يذكر بقول الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فاتق الله في نفسك وفي رعيتك وفي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أنك تسعى لتأمين حوائج الناس في دنياهم، اسعى لتأمينهم في آخرتهم، بارك الله فيك. وأذكر نصارى مصر بتقوى الله، فلهم علينا حق النصح والتذكير، وأن يتوبوا إلى الله من قولهم أن المسيح ابن الله، فوالله ما اتخذ الله صاحبة وما اتخذ الله ولدا، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فأقلعوا معشر القساوسة وأقلعوا معشر النصارى عن قولكم على الله بغير علم أن له ولد وأن له صاحبة وأنه ثالث ثلاثة وأن المسيح ابن الله، أقلعوا عن هذه الأمور فإنها تخلدكم في الجحيم،
ونحن نحب لكم أن تؤمنوا ونكون نحن وأنتم عبيد لله سبحانه وتعالى. وكذا أقلعوا معشر الصوفية عن الضلالات التي يتلفظ بها كثير منكم بقولهم مدد يا بدوي، مدد يا حسن، مدد يا حسين، وقد علمتم أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وكذا أذكر المسؤولين وزير الداخلية المصري بتقوى الله وبأن لا يحول بين الضباط الصالحين والجند الصالحين وامتثالهم لسنة النبي الأمين، فجدير بهم أن يكرموا، لا يصح لك أن تهينهم ولا أن تحرمهم من أعمالهم ولا أن تكتب في قواعد كليات الشرطة أنهم لا يلتحون، هذا كله لا يحل، بل الذي يفعل أن يكرم الطائعون الممتثلون لسنة النبي. فأذكر وزير الداخلية بتقوى الله ولو دامت لغيره ما وصلت إليه أبدا هذا. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على تقديم يد العون لإخواننا في سوريا وفي بورما وعلى إنقاذ المستضعفين، آمين. كما أسأله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، فأكثروا من الذكر والشكر والاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. والصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا.